صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024 وجاء في التعميم أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2024 تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الاثنين الأول من شهر يناير 2024 الموافق للتاسع عشر من شهر جماد الآخرة 1445 هجرية